الوزراء وافق على قيام وزارة النفط بالتعاقد مع شركة توتال الفرنسية للقيام بتنفيذ 4 مشاريع حيوية كبرى. هدف الوزارة في هذه المرحلة هو تعظيم إنتاج الغاز، تعظيم إمكانيات استثمار الغاز، استثمار كامل الكمية، واستهداف الحقول التي تحتوي على نسب عالية من إنتاج الغاز الطبيعي. المشروع الأول هو مشروع إنشاء وحدات لمعالجة الغاز على مرحلتين. المرحلة الأولى هي بحدود 300 مليون قدم مكعب، جمع وتكرير الغاز في كافة الحقول خارج اتفاقية غاز البصرة، حقول غرب الجرنة 2، مجنون، رطاوي، الطوبة، اللحيس التي تحرق كميات كبيرة من الغاز، وتتطور إن شاء الله إلى المرحلة اللاحقة اللي هي 300 مليون قدم مكعب أخرى لنصل إلى 600 مليون قدم مكعب. الزيارات الميدانية التي يقوم بها وزير النفط إحسان عبد الجبار إلى الشركات النفطية في المحافظات جزء من أسلوب إدارته للوزارة، فهي تهدف إلى الاطلاع على شؤون الشركات والوقوف على خططها لتطوير العمل وزيادة الإنتاج، فضلاً عن التنسيق مع الحكومات المحلية لإنجاح عمل الشركات. وفي هذا الاتجاه جاءت زيارة وزير النفط إلى شركتي نفط الشمال وغاز الشمال بحضور محافظ كركوك راكان الجبوري. اليوم كنا في زيارة لمحافظة كركوك، التقينا سيد المحافظ اللي رافقنا بهاي الجولة، وزرنا شركة نفط الشمال وطلعنا على خطة تطوير الحقول وخطة الإنتاج، خطة التنمية بالشركة، وأيضا زرنا شركة غاز الشمال وطلعنا على تحديات في هذه الشركة وما لهذه الشركة دور كبير في إنتاج الغاز وإمداد شبكة إنتاج الطاقة الكهربائية وخطة التوسع، خطة التطوير، خطة التوسع والإدامة للشركة. استمعنا إلى أهم البرامج والتحديات ومدى إمكانية التوسع في الطاقات الإنتاجية. أولا احنا اعتبرها خطوة طيبة من السيد الوزير. كركوك تحتاج إلى زيارات مستمرة باعتبارها واحدة من أهم مصادر إنتاج الطاقة في العراق، وأيضا تحتاج إلى دعم لكي يحصل استقرار فيها، في مدينة تعايش، مدينة مكونات. يعني طلبنا من السيد الوزير هو زيادة الرقعة الاستكشافية في المدينة، كل ما ازداد الرقعة الاستكشافية كل ما حصل اطمئنان بين مكونات كركوك، لأنه هي مدينة واعدة ومدينة ثروة. ما يميز كركوك عن غيرها من المحافظات هو أنها أول محافظة عرفت إنتاج النفط، وما زالت كركوك تعطي بفضل تعاون الحكومة المحلية ودورها الإيجابي في دعم المؤسسات النفطية في المحافظة لتعزيز جهود وزارة النفط في زيادة إنتاج النفط والغاز. هناك تداخل حميد من محافظة كركوك، من سيد المحافظ شخصياً، في دعم النشاط النفطي ودعم شركات القطاع النفطي وإزالة المعرقلات قدر الإمكان، وإن شاء الله هناك يعني مستقبل ممتاز لمحافظة كركوك في مجال إنتاج النفط. كركوك هي أولى الحقول التي أنتجت النفط للعراق 1924، قبل حدود 98 سنة من الآن كان أول قطرة نفط لأول بئر استكشافي، أول بئر إنتاجي لشركة توتال، أنا ذاك كانت لها غير تسمية، ولا زالت كركوك تمد العطاء للوطن عموما، وإن شاء الله ستبقى مدينة آمنة متآخية بمساعدة وتعاون الجميع. شركاتنا تحتاج إلى تطوير وتحتاج إلى تحديث. بالحقيقة كركوك كلما كانت مستقرة كلما كان تأثيرها على العراق مهم، ومهم جدا. الحمد لله أنه نحن نعطي الشركات النفطية أهميتها المهنية واستقلاليتها في العمل دون تدخل الإدارة إلا بالتدخل الإيجابي لمساعدتها على إنجاز مهامها. وشهدت زيارة وزير النفط إلى كركوك عقد اجتماعات مع المسؤولين في شركتي نفط الشمال وغاز الشمال لمناقشة العقبات التي تواجه الشركتين وسبل تذليلها بما يسهم في الارتقاء بالإنتاج كما ونوعا. لدى الوزارة خطة تسير عليها لغرض
تطوير المصافي ورفع قدراتها الإنتاجية. عندنا الآن مصفى كربلة تقريبا وصلنا إلى 90% من عملية إنشاء سيدخل حيز العمل، وهذا راح يوفر لنا كميات كبيرة من المنتجات النفطية لغرض سد الحاجة الاستهلاكية. ومن جانب آخر أيضا عندنا مصافي بيجي اللي هو مصفى صلاح الدين واحد اللي دخل الخدمة في بداية السنة الماضية، والآن خلال هذه السنة مصفى صلاح الدين 2 أيضا دخل الخدمة بطاقة إضافية 70,000 برميل في اليوم. إن شاء الله يعني الفترة القادمة أيضا العمل جاري لتأهيل مصفى الشمال اللي طاقته 140,000 برميل. إن شاء الله الخطوات القادمة تقليص لعملية استيراد المنتجات النفطية بشكل مستمر، وصولا إلى إيقافها تماما عند استكمال مشاريعنا الموضوعة ضمن خطة المصافي. التحول الرقمي هو الانتقال بأعمال الشركات والمؤسسات التي تعنى بتطبيق التكنولوجيا الرقمية لإحداث تغيير جذري في أساليب العمل خدمة للمستفيدين والزبائن، بهدف تحسين الأداء ورفع الكفاءة وتقديم الخدمات بسرعة ومرونة. وحيث أن وزارة النفط تتعامل مع شركات عالمية تعتمد التحول الرقمي في مختلف فعالياتها، فقد نظمت دائرة التدريب والتطوير بالتعاون مع شركة شلومبرغر ورشة عمل بشأن التحول الرقمي وأهميته في تطوير الصناعة النفطية. من المشاريع المهمة اللي تفتقر لها وزارة النفط هو موضوع التحول الرقمي، سواء كان بالمعلومات الإدارية أو المعلومات الفنية وكيفية إدارتها بمستوى عالي من الجودة وبجدوى اقتصادية، وأيضا قلة الأيدي العاملة، تقليل الأيدي العاملة. هي بالنتيجة راح تنطينا فد أداء متميز موقعيا وحتى من خارج المواقع ضمن سيطرة بعيدة. فحقيقة هذا البرنامج اللي استمعنا له اليوم وما قدمته شلومبرغر، وزارة النفط جادة أن تدعم هذا المشروع وبقوة. فإن شاء الله وزارة النفط جادة أن تمضي بمشروع التحول الرقمي بعد ما الأخوة المستفيدين والحاضرين لهذا الورشة أن يقدمون تقرير مفصل وينعرض على هيئة الرأي، وإن شاء الله نمضي به قدما. انطلاقا من إيمان قيادة الوزارة بضرورة السير سريعاً لمواكبة التكنولوجيا وتطوير أساليب العمل وتقليل الوقت الضائع وتحسين الأداء، ولا سيما تطوير كوادر القطاع النفطي، كان هناك تعاون بين دائرة التدريب والتطوير وشركة شلومبرغر لإقامة ورشة التحول الرقمي. التحول الرقمي اللي هو يواكب التطور الحاصل وينسق ما بين المهارات وما بين التكنولوجيا الحديثة. ورشة عمل اليوم الحقيقة واحدة من المواضيع طرقت إليها أو ناقشت واحدة من المواضيع المهمة جدا، وهو موضوع تبني التكنولوجيا اللي هي انترنت الأشياء والارتفيشال انتليجنس والحوسبة الغيمة والكلاود كومبيوتينج، كيفية تداخلها وتضافرها لتغيير شكل سريان أو جريان الأعمال في وزاراتنا وفي شركاتنا. الحقيقة هذا واحد مثل ما قلنا من المواضيع المهمة، والمفروض أن تعطى الأولوية في تنفيذها بشكل كبير جدا. ومن فوائدها أنه يسهل الأعمال في الدوائر للموظفين وللكستمر الزبائن، وتغير شكل المراسلات الورقية والعمليات والموافقات الورقية إلى موافقات
رقمية. التحول الرقمي يوفر الوقت والجهد ويخفض كلف الأعمال ويحسن الكفاءة التشغيلية ويعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات، كما يخلق الفرص لتقديم خدمات مبتكرة بعيداً عن الطرق التقليدية. لذا تعتزم وزارة النفط تطبيق إجراءات التحول الرقمي والعمل على توسيع قاعدة تطبيقه ليشمل الوزارات الأخرى. حقيقة مشروع ممتاز يوفر الوقت، الجهد، جدوى اقتصادية، قيمته العلمية والفنية، ويقلل الروتين والتأخير اللي يصير بجميع مفاصل إدارة الوزارة، ويكون متكامل أفضل أن يعمل بأعلى مستوى من وزارة النفط حتى على مستوى الحكومة العراقية بكافة وزاراتها. نأمل إن شاء الله يمضون الإخوان بتوصية، وإحنا جادين أن نمضي بالمشروع بالكامل. الورشة اليوم كانت جدا مفيدة، عكست الأهداف والمتطلبات لتنفيذ هذا المشروع. هذا المشروع إذا ما حقق ونفذ على أرض الواقع سيتم القفز بمستوى الأداء ومستوى الإجراءات في تحقيق الأهداف المرجوة من خلال الصناعة النفطية. سوف يعرض هذا الموضوع على هيئة الرأي الموقرة، يعرض بفوائده وماهياته ومتطلباته، وإن شاء الله الوزارة ساعية في تنفيذ هذا المشروع وبخطوات بالتدريج إن شاء الله. وتشير الوقائع على الأرض إلى أن وزارة النفط بحاجة ماسة إلى التحول الرقمي لتحقيق أهدافها في زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز والمشتقات النفطية، باعتبار أن العمليات الإنتاجية المختلفة تتطلب المراقبة المستمرة لأداء الشركات وصولاً إلى تخفيض كلفة الإنتاج وتحسين نوعية المنتج، وهذا ما يحققه التحول الرقمي. تم هذا اليوم افتتاح محطة أبو غرب بطاقة 100,000 برميل إنتاج النفط الخام. المحطة ستضيف قدرة في زيادة في القدرات الإنتاجية، زيادة في قدرات التصدير، أيضا زيادة في تحسين مواصفة النفط. حقيقة هيك مشاريع وبهكذا ظروف، تحدي وبائي، تحدي اقتصادي، تحدي اجتماعي ظرفي، فمن نتيجة جهود مشكورة لشركة نفط ميسان. اليوم في مشروع تحديث محطة أبو غرب الجنوب الأولى، المحطة تعمل بطاقة 100,000 برميل وبكلفة 73 مليون دولار. العمل أنجز بوتيرة عالية بالرغم من كل التحديات. هذا المشروع يأتي لتعزيز الإنتاج الوطني أولاً من النفط الخام، وأيضاً الإنتاج الوطني من الغاز المصاحب للعمليات النفطية. هيئة عمليات الجنوب تمثل حجر الزاوية في شركة خطوط الأنابيب النفطية، كونها تقوم بنقل الغاز والمشتقات النفطية الأخرى المنتجة محلياً من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك، ونقل الغاز والمنتجات المستوردة من أرصفة الموانئ إلى المستهلكين. ومنذ سنوات تعمل الشركة بالتعاون مع شركة SKA Energy في العراق على نقل المنتجات المستوردة إلى مختلف مواقع الاستهلاك، فيما تمتلك الشركة شبكة أنابيب متكاملة تتولى نقل الغاز بأنواعه وصولاً إلى المنطقة الوسطى. قسم الغاز الجنوبي يتضمن نوعين من الغاز، هو الغاز الجاف والغاز السائل. الغاز الجاف هو اللي يغذي المحطات الكهرباء من البصرة وصولا إلى جنوب بغداد بخط 42. هذه الغاز يغذي محطات الكهرباء وهي الديمومة للمواطن الكريم. احنا كشركة خطوط الأنابيب النفطية، احنا الشركة الجوهر الشركات اللي تجمع ما بين الشركات اللي هي غاز البصرة
وغاز الجنوب إضافة إلى نفط البصرة. هذه في محالة في وضعية محطات الكهرباء، لكن أكو بعض المعامل اللي تشتغل عليها من وزارة الصناعة اللي هي الأسمدة والبتروكيماويات، إضافة إلى وزارة النفط تحتوي على المصافي اللي توفر المنتجات النفطية للمواطن الكريم. SK Energy أحد شركات SKA Group العالمية اللي مقرها الإمارات، والحقيقة إدارة أرصفة 2 و3 و4 أحد مشاريعنا في العراق. دي أحد المشاريع المهمة، من سنة 2003 شركة SKA متواجدة في العراق، وأحد أكبر المشاريع أخرى المرتبطة بهذا المشروع ومشروع مستودعات SKA في المنطقة الحرة، وإحنا ربطين هذا المشروع بالأرصفة بحيث أن إحنا ممكن ندعم الشريان الاستيراد المنتجات البترولية للعراق عن طريق برضو المستودعات اللي شركة SKA مستثمرة فيها أكثر من 150 مليون دولار مساهمة من شركة SKA لدعم الاقتصاد الوطني وتخفيف أزمة الوقود. قامت الشركة بالتعاقد مع شركة خطوط الأنابيب النفطية لتأسيس الشريان الرئيسي لتزويد العراق بمنتجات الغاز والبنزين والنفط الأبيض، من خلال عملنا على تهيئة ورفع الطاقة الإنتاجية للأرصفة 2 و3 و4. قبل أن نباشر أعمالنا في تأهيل الأرصفة كانت الطاقة الإنتاجية لهذه الأرصفة لا تتجاوز 20 إلى 30 ألف طن من البضاعة المختلفة. شركة SKA بالتعاون مع شركة خطوط أنابيب النفط رفعت الطاقة الإنتاجية لهذه الأرصفة إلى 240 ألف طن غاز و 240 ألف طن بنزين شهريا، أي ما يقدر ب 480 ألف طن مجمل استيراد شهري على هذه الأرصفة. وبجهود مشتركة من شركة SKA وشركة خطوط الأنابيب وبفضل التوجيهات الإدارة ساهمنا بإنهاء أزمة المحروقات اللي تحتاجها السوق المحلية. فيما يخص الغاز السائل فإحنا الموردين أو الناقلين إلى خطوط نقل LPG أو ما يطلق عليه الغاز المستخدم داخل البيوت اللي هو القناني، اللي بالتعاون مع شركة غاز البصرة إضافة إلى شركة التعبئة. فإحنا هذا الخط يبدأ من البصرة انتهاء إلى أعلى شمال البصرة وصولا إلى بغداد. الطريقة الأخرى لنقل المنتوج لشركتنا عن طريق الأنابيب، وتعتبر الناصية المفصل الأساسي والرئيسي اللي أنت تجمع المنتوج، جميع المنتجات البيضاء، البنزين، زيت الغاز، النفط، وتنتقل إلى المحافظات الأخرى، الديوانية، الحلة، بغداد، وطريق ثاني باتجاه الكوت. إذا فيها عطالة هواي بس عندها فرق صيانة خاصة بهذا الموضوع وتتحمل. أعطيك فد مثل يعني. قبل يومين صارت عندنا حالتين في آن واحد، خرق على أنبوب والعشرين وتآكل في أنبوب. خلصوا من موضوع التآكل توجهوا على الخرق والله العظيم بدرجة حرارة 54 درجة. في قسم المستودعات الخارجية هناك موقعان يعملان على تحميل العجلات الحوضية بمادة البنزين عالي الأوكتين القادم عبر الناقلات بواسطة أنبوب يربط الناقلات بالموقع الميداني. وبفضل جهود العاملين في هذين الموقعين تمكن القسم من تحقيق زيادة في طاقة التحميل بلغت 50%. احنا الآن في موقع خور الزبير، هو أحد المواقع التابعة لقسم المستودعات الخارجية، أحد أقسام هيئة الجنوب. هذا الموقع هو معني بتحميل السيارات البنزين عالي الأوكتين. طبعا معدل التحميل تقريبا من 11 إلى 12 ألف متر مكعب يوميا في هذا الموقع، بحدود 300 إلى 350 سيارة. قسم المستودعات الخارجية يتألف من موقعين بالوقت الحالي، كان ثلاثة بس موقع مقصر انسد، فعندنا موقع تحميل شط البصرة وموقع تحميل خور الزبير. نعم.
نحكي عن موقع تحميل خور الزبير، من هو من أهم المواقع بالعراق. نعم. حيث وصل التحميل فيه إلى 12,000 متر مكعب يوميا. 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 ما شاء الله. في حين أنه المطلوب من الموقع أنه يحمل 8,000. نعم. رغم درجات الحرارة ورغم الصعوبات اللي موجودة، بس كوادرها من مسؤول موقعها. نعم. الأدنى موظف عندنا هم ناس مجاهدين. هيئة عمليات الجنوب في شركة خطوط الأنابيب النفطية نجحت في زيادة أقطار الأنابيب المجهزة للمنتجات النفطية المستوردة من مواقع التحميل، الأمر الذي ساعد في زيادة معدلات تحميل العجلات الحوضية واختصار وقت تحميلها. طبعاً هذا الموقع سابقاً كان به تحميل 5,000 أو 6,000، طبعاً هو كل 1,036 حاوية. نعم. هسه حالياً يعني سوينا التحويرات وعلى مود نسد أزمة البنزين بالعراق. نعم. فصار التحميل تقريباً يوصل إلى 18,000 بنزين عالي الأوكتين طبعاً. وتعمل شركة خطوط الأنابيب النفطية وهيئاتها بروح الفريق الواحد من أجل تطوير المواقع والأرصفة النفطية وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين فيها بهدف الارتقاء بمستوى الإنتاج خدمة للاقتصاد الوطني. هذه الاحتفالية لهذا اليوم هي بداية طيبة وبداية كبيرة نحو مزيد من الإنجازات في مجال الاستثمار في مكمن اليمامة. إنجاز كبير قامت به شركة لوكويل بالشراكة مع شركة نفط البصرة، بالرغم من ظروف يعني كوفيد-19 انخفاض أسعار النفط، إلا أن هذا الإنجاز جاء في وقته الملائم وسيكون إن شاء الله بداية الوصول إلى 350,000 برميل من حق الغرب الدول الاثنين، وسيكون حافز لكافة الحقول وكافة شركات قطاع النفط في العراق الذهاب باتجاه هذا الاستثمار، وهو من أهم عناصر ومرتكزات تعظيم القدرات الوطنية والاقتصاد الوطني. يعتبر الإنتاج التجريبي من مكمن اليمامة هي التجربة الأولى لحقول النفط العراقية لإنتاج مكمن اليمامة، كون هذا المكمن عميق جدا وبرسكمة مخاطر كثيرة ترافق عملية الحفر لهذا المكمن. فلله الحمد تمكنت شركة لوكويل اللي تشتغل بإدارة نفط البصرة من إنتاج التجريبي بهذا الحقل، وصولا إن شاء الله لهدف إنتاج الذروة من هذا المكمن إلى 350,000 برميل، مضافا إلى 450,000 من مكمن المشرف. أهمية هذا النفط أيضا هو القيمة السوقية لنوع النفط الخفيف اللي يسوي عوائد مالية إضافية، كما معروف إنه كل ما يكون النفط له بيئة مالية عالي العائدات النفطية مالته تكون عالية. يبقى هدفنا الأسمى هو تحقيق إنتاج الذروة، وحسب خطة التطوير الوصول إلى 800,000 برميل باليوم. مشاهدينا الكرام، نحييكم ونقدم لحضراتكم صادرات العراق النفطية والإيرادات المتحققة منها في شهر حزيران الماضي. حقول وسط وجنوب العراق، الكمية 83,690,000 برميل. الإيرادات 5,928,000,000 دولار. الصادرات عبر بناء جيهان، الكمية 3,075,000 برميل. الإيرادات 215,381,000 دولار. المجموع الكمية 86,766,000 برميل. الإيرادات
$6,143,000,000، معدل سعر البرميل $70.80. شكرا لكم وإلى اللقاء.